منذ نزول الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء في الثاني من المحرم وحتى العاشر منه، عمل عبيد الله بن زياد على إطلاق ما يشبه النفير العام، حيث ألزم الناس بأن يخرجوا للقتال ويعسكروا في النخيلة تحت طائلة قتل من يتخلف. فهل كان هناك مساعٍ لحل الأزمة حلاً سياسياً يجنب الدخول في القتال؟ في عرصة كربلاء كان هناك لقاءات بين من يمثل الإمام وعمر بن سعد، وكانت هذه اللقاءات تتمخض عن بداية مشروع حل سياسي، ولكنها ما أن تصل إلى الكوفة حتى تسقط، لأن الأشراف كانوا يعتقدون أن مجرد انتصار الإمام الحسين أو حل المسألة حل سياسي هي في غير صالحهم، وأنهم سيخسرون مواقعهم ويخسرون امتيازاتهم وفي رأسهم الشمر من ذي الجوشن، هو الذي في إحدى المرات التي توصلت الأمور إلى ما سميناه بداية مشروع حل سياسي، هو الذي وقف وهدد عبيد الله بن زياد بأنه يتراخم مع الإمام الحسين وأنه سيكتب فورا إلى يزيد. هذا تهديد فعال بالنسبة لعبيد الله بن زياد، ولذلك دائما عندما تصل الأمور إلى كما قلنا شبه حل سياسي أو بداية حل سياسي، كان الأشراف وهم المسؤولون الحقيقيون على الأرض عن كل ما جرى في كربلاء كانوا يخربون الأمور ويدفعون في اتجاه القتال وحسم المعركة، بل وإغلاق كل الأبواب في وجه الإمام الحسين بأي شكل من الأشكال. تذكر الروايات لقاء جرى بين ابن سعد والإمام الحسين، وكان بطلب من الإمام، حيث لقاه بين المعسكرين بعد أن أمر كل منهما حرسه بالابتعاد بمقدار لا تسمع أصواتهما. الإمام الحسين أرسل إلى عمر بن سعد أنه أن اقترب، بدي أحكي معك. قرب عمر بن سعد ومعه غلامه، وقرب الإمام الحسين ومعه علي الأكبر والعباس، وعرض عليه الإمام الحسين أنه ينضم له. قال له بعطيك مال مثل ما بدك. قال له بيهدم لي داري عبيد الله بن زياد. قال له أنا بضمن لك بدأ ثمنه من مالي بالحجاز. قال له بخاف ينكل بأسرتي. قال له أنا بحمي لك إياهم. ما قبل وأصر. فقال له الإمام الحسين: وكأني برأسك يتقذفه صبيان الكوفة ويلعبون به كالكرة، يقر عيني أنك لن تأكل من بر العراق إلا قليلا، وأنت تطمع وأنت تظن أن عبيد الله بن زياد سوف يوليك بلاد الري، هيهات. قال له أنه مش رح يوليك. فعلا عبيد الله بن زياد كان عم يكذب عليه. هلأ هذه الرواية أنه فاوضه، بيقول عمر بن سعد الإمام الحسين استشهد. ما قالناش الإمام الحسين أنه هذه بالمفاوضات شو صار، بس عمر بن سعد بيقول، بيبعث رسالة لعبيد الله بن زياد بيقول: الحسين عرض علي أنه أو يحط إيده بإيد يزيد أو يروح على الثغور يقاتل. صدقوا جيش عمر بن سعد، الحر صدق. الحر قال له لعمر بن سعد: أمقاتل أنت هذا الرجل؟ قال: نعم. قال له: والعرض الذي عرضه عليكم؟ قال له: تحدث مع أميرك، احكي مع الأمير. الأمير مش قبلين عبيد الله بن زياد. أهل البيت يقولون إن الإمام الحسين لم يعرض على عمر بن سعد هذا العرض أبدا. الآن هنا يقف المؤرخ
أمام عدة طروحات. مثلا هناك طروحة تقول أن الإمام عرض على ابن سعد أن يخرج معه ويضع يده في يد يزيد ويحلها بينهم شخصيا. هذه من المؤكد أنها غير صحيحة بشهادة أحد الكبار المؤرخين أو الذين كانوا موجودون في الساحة يومها، الذي نفى ذلك نفيا باتا مطلقا. ولكن كان من جملة الحلول مثلا أن يخرج الإمام الحسين إلى منطقة بعيدة، تهديده للسلطة كان عبر الكوفة، طيب يخرج إلى مكان بعيد. أهم ما يجب أن نلاحظه أنه أن هذه المفاوضات كانت شخصية ولم تكن علنية. ما يند عنها كثيرا ما يكون تخمينا، بحيث أن المؤرخ اليوم لا يمكن أن يعني لا يقف على أرض صلبة وهو يقول أن ما قيل هو كذا وليس كذا، ولكن مجرد اللقاء تحت شعار التفاوض هو بذاته موقف. متى وكيف انتهت المفاوضات ليحسم القرار السياسي ويتخذ القرار بالقتال؟ في أواخر المفاوضات، يعني يوم 9 من المحرم، وقف الشمر بن ذي الجوشن ومعه عدد من الأشراف ونادوا بأنه لابد من حل المسألة حلا عسكريا مهما تكن النتائج. وعين صباح الجمعة 10 من المحرم موعدا لبدء العمليات، وهكذا بدأت. عدد قليل من الأنصار مقابل الآلاف من المقاتلين في المعسكر المقابل، فما هي الإجراءات الدفاعية التي عمل عليها الإمام قبل انطلاق المعركة؟ وهل كان مخيم نسائه قريب من ساحة المعركة؟ لأن المخيم كان حريص الإمام الحسين على أن يبقى الرجال قرب المخيم. وتفاصيل المعركة تقول إنه عليه السلام أمر بفك الخيم قبل المعركة وبتقريبها من بعضها البعض، لصقها من بعضها البعض، وبمد حبالها وأوتادها بحيث أنها تتشابك الحبال والأوتاد حتى يتحول يعني ضيق الإمام فرص القتال على العدو. كيف ضيق؟ ما بعد عسكره عن الخيام، بصير مشكلة عسكرية عنده، بصير بده يترك جزء من عسكره مع النساء والأطفال. 2، عمل معسكره محاط بالخندق، بخندق يعني حفر خندق بشكل نون، وحتى يجعل يعني، وكان المخيم في قلب الخندق في وسط الخندق، وحتى يجعل المعركة من جهة واحدة. بده يوفر، ما عنده عديد الإمام، بده يقاتل من جهة واحدة، فلأنه بده يقاتل من جهة واحدة عمل الخندق مثل نون حوالين المخيم وأشعل النار بالحطب، وكان عسكره قريب من المخيم ملاصق للمخيم. ليش؟ لأنه شبك حبال وأوتاد المخيم حتى إذا عبر العدو من وراء يتعثر بالحبال المتشابكة للخيم. كان في ما لا يقل عن 100 خيمة، ما لا يقل عن 100 خيمة كان فيه. هول وين كانوا؟ كانوا بظهر الإمام الحسين. وين بظهر الإمام الحسين؟ بقلب موقعة الطف. ولذلك فيش أمامنا شيء إلا أنه نعتمد على الروايات والأخبار
اللي مثل عم بحكيها أنا اللي فيها كلها وردت روايات وأخبار، ونشيل الوضع الحالي للبناء والعمران بكربلاء من ذهننا، ونرسم صورة طوبوغرافية لصورة المعركة، بيطلع معانا إنه الإمام الحسين عليه السلام لما استشهد قريبا من المخيم، قريبا من الخيم، لأنه كان يروح ويرجع. ها، آخر مشهد له مثلا لما ودع الطفل الرضيع وأذن في أذنه وأقام في الجسر. إذن كان قريب من المخيم. صباح يوم الجمعة في العاشر من المحرم يبدأ القتال الفعلي عبر خروج عبدين مملوكين لعبيد الله بن زياد وأبيه زياد بن أبيه، حيث يؤشر ذلك على ضعف الحوافز القتالية لجيش بن سعد. فكيف كانت أجواء المعركة؟ ولماذا بدأت بالمبارزات الفردية؟ بدأت مبارزات لها وظيفتين. الوظيفة الأولى هي رفع درجات التحفز لدى المقاتلين، لأن مقاتل واقف مدة طويلة يؤمر بالهجوم سيكون متثاقل، فدائما ما يسمى اليوم برفع درجات الأدرينالين، يعني المواد المحفزة التي تفرزها بعض الغدد الصم في الدم. في تخيل المعارك دائما هناك أصوات عالية، الدبادب تضرب إلى آخره في الجيوش، شعراء تبادل الكلام إلى آخره. هنا في هذه المعركة لم يكن أكثر من مبارزات، والمبارزات يعني الحافز القتالي لدى أصحاب الحسين هو حافز عالي جدا، في حين أن هذا الحافز عند الطرف الآخر شبه معدوم. تختلف الروايات حول أول شهيد سقط بين يدي الإمام الحسين عليه السلام، فبعد شهادة برير بن خضير الهمداني مبارزة، هل كان الحر بن يزيد الرياحي أول الشهداء؟ لم يكن الحر بن يزيد الرياحي أول الشهداء بين يدي الإمام الحسين. كما قلت في كتابي كان مسلم بن عوسجة، ومسلم له دور كبير في الحشد عند وصول مسلم إلى المسلمين العقيل إلى الكوفة. قبل انطلاق المعركة شهدت كربلاء جولات قتالية بهدف جلب الماء، فمتى نفد الماء من مخيم الإمام الحسين عليه السلام؟ أنه أحضر الماء مرتين، مرة على يد العباس في السابع، ومرة على يد علي الأكبر في التاسع. قاد علي الأكبر جيش الإمام الحسين واخترق دفاعات بني أمية، دفاعات جيش الكوفة، ووصل إلى المشرعة وأحضر الماء. يعني كان هناك ماء مبذول ليلة العاشر من المحرم. ما كان الدور الحقيقي الذي لعبه العباس بن علي بن أبي طالب عليهما السلام؟ وما حقيقة الرواية التي نقلت كيفية استشهاده؟ أصلاً العباس لم يقاتل إطلاقاً. العباس كاد وظيفته سلام الله عليه أن يحافظ على إمامه، على أخيه إمامه، وعلى من معه من أسرته من نساء وأطفال، ومن ضمن ذلك أن يزودهم بالماء بعد أن انتهى ما استحضروه معه. لم يقاتل. نعم، كان في خلال العمليات العسكرية يقتضي منه الدفاع أن يقاتل، لكن هو لم يبادر شأن غيره، خصوصا في اللحظات الأخيرة من المعركة. المعركة من جانب الإمام الحسين كلها معركة دفاعية، نعم صحيح،
ولكن في اللحظات الأخيرة يعني في المرحلة الأخيرة من القتال كان القتال فرديا، وكان الرجل من أصحاب الإمام صلوات الله وسلامه عليه يهجم على الأعداء حتى يبعدهم عن الوصول إلى الخيام التي تحتوي على الإمام. ولكن الشيخ المفيد ورواة المقتل قبله قالوا إن الإمام الحسين عليه السلام طلب من أخيه أن يقتحما جيش عمر بن سعد ويصلا إلى المشرعة إلى الماء ويحضرا الماء إلى المعسكر. هذه الرواية أيضا التي رواها الشيخ المفيد تدل على نفاذ الماء يوم العاشر من المحرم، يعني لأن الإمام الحسين طلب من العباس أن يقتحما معا، لابد أنهما كانا لم يبقى غيرهما، فاقتحما المشرعة ولكثافة جيش عمر بن سعد طوقوهما وعزلا الإمام الحسين عن العباس، يعني أخذ الإمام الحسين يقاتل منفردا وأخذ العباس يقاتل منفردا، ثم انجلت غبرة المعركة عن مقتل العباس عليه السلام. الرواية الثانية رواية يا نفس من بعد الحسين هوني، ورواية قطع الأيدي وتفاصيل قتل العباس، هذه رويت في مقتل الإمام الحسين للخارزمي بعد 600 سنة من وقعة الطف. مشهد طلب الحسين الماء لطفله الرضيع من المشاهد المؤثرة التي اعتدنا على سماعها، فما هي قصة هذه الرواية ومتى دخلت إلى تاريخ الواقعة؟ كل الذين رووا رواية الطفل الرضيع من القرن الأول إلى الثاني إلى الثالث لم يذكروا طلب الماء. أول من ذكر طلب الماء كتاب مجهول المؤلف في القرن الرابع نسب إلى الأسفرايين الشافعي، نسب إليه لأن قرأنا في كتب التراجم والرجال فلم نجد هذا الكتاب للأسفرايين الشافعي. هذا الكتاب نسج فيه الرجل الذي كتبه ونسبه ونسب إلى الأسفرايين، نسج فيه نسيجا يضحك الثكلة أساطير وروايات، نسج فيه مثلا أن الحسين عليه السلام كان يعيش في دمشق في حضن معاوية بن أبي سفيان، وكان معاوية يحبه حبا جما وهو أعطف عليه من أبيه، وكان يأخذ اللقمة فيمضغها معاوية ويضعها في فم الحسين حبا للحسين، وكان يحذر يزيد ويقول له يا يزيد الخلافة من حق الحسين، إياك أن تغتصبها منه يا يزيد، فإذا اغتصبتها منه في يوم من الأيام فإذا بلغ رشده الحسين فأرجع إليه الخلافة. طيب هذه الرواية هو نفسه هذا الكتاب يطبعه اليوم أعداء الإمام الحسين، يطبعونه ويوزع، وبكل أسف هذا الكتاب هو الذي خرج بفكرة أن الحسين عليه السلام طلب الماء لطفله الرضيع وأن القوم انقسموا، بعضهم قال نعم وبعضهم قال لا، هذا الكتاب. وهذا الكتاب هو الذي أخذ منه سبط بن الجوزي هذه الرواية، وأخذها ابن طاووس العالم الكبير من علماء الإمامية العالم العظيم وأوردها في كتبه، فأصبحت عند المتأخرين على ابن طاووس حقيقة، مع أن مصادر القرون الثلاثة الأولى لم تذكرها، وهي أقرب إلى الصدق، أقرب جدا إلى الصدق. يظهر لنا التحقيق روايات متضاربة حول عدد قتلى جيش عمر بن سعد وأخبار أخرى نقلها الإسفرايني نفسه. في القرون الأولى لم نجد شيئا، ف
في القرون اللاحقة وجدنا أن الخسائر هائلة جدا بعشرات الآلاف، حتى أن بعضهم يحبك أسطورة تضحك الثكلى أنه أن الإمام الحسين قتل في يوم كربلاء 300,000 من جيش عمر بن سعد. أما كيف استطاع الإمام الحسين أن يقتل هذا العدد الكبير؟ يقول حضرته إن الله عز وجل طول يوم عاشوراء حتى يستطيع الحسين أن يقتل هذا العدد، طول يوم عاشوراء. أو مثلا تلك الرواية التي يتمسك بها بعض الذين بكل أسف بعض الذين لا يعتبرون أن العقل حاكم والنقل، النقل له قواعد والعقل له قواعد. يعني مثلا أنه نزل الملائكة متأخر إلى الطف لنجدة الإمام الحسين عليه السلام فتأخروا فقتل فاستشهد الإمام الحسين، تأخروا بالنزول. يعني هذا كلام يعني أشبه بالخرط، أن الملائكة يتأخرون، الله إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، يجب أن إذا أرادوا النزول إلى الطف يجب أن يكونوا في الطف في لحظة واحدة. استمرت المعركة حوالي 6 ساعات، فلماذا لم يحسم جيش ابن سعد المعركة بقتل الحسين عليه السلام من أول جولة بالرغم من قدرتهم العسكرية على ذلك؟ يعني إذا افترض أنها وقعت صباح الجمعة 10 من محرم وأن الإمام الحسين سلام الله عليه صلى الظهر بمن بقي معه من أصحابه ولم يدرك العصر، فمعناه أنها المعركة كانت لم تطل أكثر من 4-5 ساعات 6 ساعات. بكربلاء لما حمل الطفل الرضيع عن بودعه الإمام الحسين على باب الخيمة، مين كان أولى بالإصابة بالسهم؟ مين كان الهدف الأكبر؟ الحسين ولا الطفل الرضيع؟ الحسين كان الهدف الأكبر. لماذا حرملة لم يقتل الحسين فورا؟ لماذا قتل الطفل الرضيع؟ لأنه يعتقد بأن قاتل الحسين هو من أصحاب النار قطعا بلا إشكال، وأن قتل 1,000 طفل رضيع يمكن أن يعفو عنه الله عز وجل. هو هكذا بيعتقد، ولذلك لما نيشن بسهمه حرملة، نيشن على الطفل الرضيع وهو كان قادر يقتل الحسين تخلص المعركة، فما جرع قتل الحسين، لأنه قاتل الحسين خفيف الميزان غدا يوم القيامة. بين انتهاء المعركة على الأرض وبين قتل الحسين هناك 2 أو 3 ساعات، لأنه لم يكن لدى أحد الجرأة على أن يكون هو الذي يتولى إزهاق.